احنا من تقصد نطلب من السلطات الالتفات لهذا الحي. رئيس الجمهورية أعطى توصيات بهذه المناطق مناطق الظل، لكن لا حياة لمن تنادي. للأسف رغم تواجد حي الجباس القديم بقلب البلدية الأم لولاية قسنطينة، إلا أنه يصنف ضمن خانة مناطق الظل. هو حال الطرقات ومأساة المواطن مع غاز البوتان، وقائمة المعاناة المتبقية تأتي على لسانهم. حي الجباس صنفوها كمنطقة ظل، لكن لحد الساعة ولا مسؤول زار المنطقة هذه، ولا مسؤول تابع البلدية قسنطينة. وعدونا لكن وعود كاذبة. عندنا الكثير من النقائص والانشغالات، نذكر منها عيادة قاعة علاج ما كانش. احنا نروحوا 4 كيلومتر 5 كيلومتر باش نضرب إبرة. طريق الغابي احنا كجمعية نطويناه بمجهوداتنا الخاصة، واحد ما عاوننا من السلطات. أول قناة إعلامية يعني تحضر لهذا المنطقة المباركة، ما سبقش وين زارونا مسؤولين يعني من قبل، يعني كمسؤولين مثلا كوالي أو حتى رئيس المجلس البلدي يعني مير. نمر بصعوبة هذه السلالم وهي من دون حاجز أمني وسط هذه الغابة، نصطدم فجأة بوجود مدرسة ابتدائية حيث تقطن الأفاعي، فعن أي معاناة نتحدث وأطفال يتمدرسون في مثل هذه الظروف؟ من أكبر المشاكل اللي رانا نعاني منها هي المشاكل تاع ترونسبور تاع الولاد. عندنا ترونسبور، عندنا المطعم، عندنا ديجا دي كلاس في وسط المدرسة مخدومين بلاميونت من وقت فرنسا. أنا قريت فيهم، أنا بابا قرا فيهم، راه مازالوا لحد الان ماكري داروا دي كلاس جدد بيطون، مي مازالوا لحد الان راهم يشكلوا خطر كبير للتلاميذ هادو. رحم باباك دوك الاف كيما هذا يمشي 3 4 كيلومتر ابي. دوك رانا نشوف ورانا الحمد لله جو ما شاء الله. تخيل انت يا غدوه في الشتاء ميزيريه حمراء، حنا حبسنا قرايتنا ما كملناهاش من هذا البروبليم هذا. هاكم طلعتوا بصعوبه النيتواياج هذاك، أولياء التلاميذ هو اللي نيطاوي، وما عندناش حتى لي رومب باش يحكموا الاولاد ويطلعوا. الحنش يجوز من تم، الفار يجوز من تم، سامحونا في الهضره هذه. المدرسه هذه راهي جات في وسط غابه والامن راهو ناقص، المدرسه راهي معزوله تماما وجات في منطقه ظل، راهو كلش خاص فيها. رانا غلبنا نطلبوا من السلطات يريقلونا في اسرع وقت ما دام التلاميذ مازالوا ما بداوش يدخلوا يقراوا. حي الجباس القديم طريق تائن وهموم ثقيله وامل في قرار الرئيس المنصف لمناطق الظل ان يفرج كربتهم عاجلا غير اجل.